مع العطلة الصيفية، نظم نادي الحمرية الثقافي الرياضي ملتقاه الصيفي 28 تحت شعار عطلتنا غير، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي من 17 من يوليو حتى 11 من أغسطس الحالي، بالتعاون مع بلدية الحمرية والقيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة الشارقة للمتاحف. نحن بدورنا كلجنة إعلامية حاولنا الانخراط في إنجاح ملتقى الحمرية الصيفي عطلتنا غير المنظم تحت مظلة مجلس الشارقة الرياضي، وأحدثنا برامج تسهم في إنجاحه بطبيعة الحال برعاية الأستاذ عمار المهيري أمين السر العام ورئيس اللجنة الإعلامية بالنادي، برامج تعنى أو موجهة للمشاركين مثل دقيقة مع المشاركين، وبرنامج شركاء الملتقى الذي نحاول أن نسلط الضوء على المحاضرات التي يقدمها الشركاء الأربعة للنادي في هذا الملتقى، وهم بلدية الحمرية وشرطة الشارقة ثم دائرة الخدمات الاجتماعية ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج. اليوم شريكنا بلدية الحمرية يقدم ورشة حول البيئة والمستقبل ضمن أنشطة ملتقى الحمرية الصيفي عطلتنا غير. اليوم دخلنا الأسبوع الثالث من الملتقى ونحن في عمل مستمر من أجل توفير الظروف الملائمة حتى يمر الملتقى في أجواء مثالية. يسعى ملتقى الحمرية الصيفي إلى تقديم أفضل البرامج والأنشطة في الأسابيع المقبلة لمنتسبيه حتى يكون متنفساً حقيقياً لتعليمهم مهارات جديدة في أجواء مفعمة بالمتعة. تعلمت اليوم مني ما أقل نفايات في الحوض ولا أي شيء، ونشيل أكياس حق الأماكن، بس أكياس مو من الدكان ولا الأشياء، ناخذ أكياس تنغسل عادي عشان ناخذ الأكياس وما نعقد النفايات في البحر وعشان الحيوانات ما تاكل الأكياس. اليوم أنا استفدت من هذه الورشة إنه ما نعق الأغراض اللي مو بزينة حق الحيوانات، واليوم أنا مستانس وايد في هذه الورشة في نادي الحمرية، مستانس وايد، والحين عقب الورشة علينا سباحة. الهوية الوطنية هو شعار الأسبوع الثالث من الملتقى الذي يتضمن مجموعة من المحاضرات والأنشطة المتنوعة على مدى 5 أيام، إضافة إلى ورشة بعنوان مستقبل البيئة في حقيبتك التي تقدمها بلدية الحمرية لحث المشاركين على الانخراط في جهود الاستدامة وتوعيتهم بأهمية استخدام الأكياس الصديقة للبيئة، إلى جانب أنشطة رياضية تعليمية وترفيهية متنوعة. والحديث أكثر حول الملتقى الصيفي في نادي الحمرية الثقافي الرياضي، يسرنا الترحيب بضيف الاستوديو المهندس علي أحمد سعيد المهيري عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي الحمرية الثقافي الرياضي. حياك الله ومرحبا بك. الله يحييك يا مرحبا. بداية صراحة أنا حاب أشكر قناة الشارقة وبالأخص برنامج أماسي على استضافته الدائم لنا لإبراز دور المؤسسات الرياضية عندنا في المجتمع. نعم، هذا الملتقى سادي يأتي تحت شرف المجلس الرياضي بالشارقة، لو نتحدث عن أهداف هذا الملتقى. أكيد بدأ نحن عندنا الملتقى الحمرية الصيفي برعاية مجلس الشارقة الرياضي تحت مسمى عطلتنا غير، بدأ من 17/7 إلى 11/8. طبعا مثل ما نعرف ممكن نحن توجه الأندية عندنا اليوم غير في إمارة الشارقة، لأن نفس ما نلاحظ كل مدينة في الإمارة فيها نادي، مثل مدينة الحمرية، الذيد، خورفكان، كلبة، ودبا، كل مدينة فيها نادي. فأحد أهم أهداف هذه الأندية اللي هي حفظ المجتمع، أنت كيف تحفظ الشباب، كيف تحفظ المجتمع عندك، المجتمع المحلي. وأهم أبرز الأهداف صراحة عندنا نحن في نادي الحمرية ملتقى الحمرية الصيفي أن نحن كيف نكتشف المواهب، كيف نحن نسقل هذه المواهب، سواء كانت مواهب قيادية، مواهب رياضية، أو مواهب فنية، نحن كيف نحن نقدر نكتشفهم ونطلعهم من هذا المجتمع، وكيف نحن نقدر ندخلهم عندنا في الأندية ونستفيد منهم يعني في المجالات الرياضية. نعم، أيضا أوقات الفراغ يعني لدى الأطفال ولدى مختلف الفئات العمرية لديهم وقت كافي مثلا لمثلا الدخول في نشاط معين أو تعلم في
في موضوع معين، مهارة معينة، وأيضا اكتشاف المواهب عفوا. كيف يتم يعني استغلال هذه الأوقات، أوقات الفراغ؟ طبعا مثل ما نعرف حاليا نحن في عطلة صيفية للمدارس، نحن نستغل أوقاتهم في الأشياء المفيدة. يعني نحن عندنا برامج متنوعة، عندنا فعاليات ترفيهية، عندنا دورات رياضية، عندنا أيضا ورش مقدمة من الجهات عندنا. نعم، ما الجديد الذي يقدمه الملتقى في هذا؟ طبعا السنة نحن عندنا تزامنا مع انطلاق الملتقى أطلقنا 3 برامج إعلامية نوعية، خلنا نسميها، ولأول مرة نحن نطلقها من بداية ملتقى الحمرية الصيفي. طبعا أول برنامج اللي هو دقيقة مع مشارك، اللي هو نحن كنا نستقطب المشاركين عندنا ونصورهم ويبدون رأيهم يعني في البرنامج، يتكلمون، نعطيهم فسحة. مثل هذه البرامج تنمي عندهم المواهب يعني الإعلامية وتكسر الحاجز وتكسر الخوف عند المشتركين. وهذا البرنامج حقيقة لاقى استحسان من الأهالي نفسهم، بحيث نحن عندنا أحد الأهالي يقول ولدي ما طلع، متى بيطلع، هل بيطلع في الحلقة القادمة؟ فهذا برنامج. والبرنامج الإعلامي الثاني عندنا اللي هو في ثنايا الملتقى، اللي هو شو دوره؟ يبرز دور خلنا نقول الجنود المجهولين عندنا في البرنامج، سواء مشرفين، منظمين، مدربين، إداريين. كانت عندنا حلقة الأسبوع الماضي اللي هي سميناها نون النسوة، يعني شو عندنا نحن، كيف نقدر نبرز دور النساء عندنا في الملتقى، يعني الكادر النسائي سواء كانوا مشرفين أو متطوعات أو حتى كانوا مشرفات للباصات. البرنامج الثالث اللي هو برنامج الإعلام الثالث اللي هو كان يبرز دور الشركاء الاستراتيجيين عندنا. فهذه 3 برامج إعلامية حلقات أسبوعية أطلقناها السنة عندنا، فهذا الجديد عندنا في هذا العام ومتميزين فيه يعني نحن. نعم، جميل. لو نتكلم عن الفئة المستهدفة أستاذي، من هي الفئة المستهدفة في هذا المنطقة؟ بالنسبة للفئة المستهدفة عندنا حدد مجلس الشارقة الرياضي 100 مشترك بسبب التداعيات وجائحة كورونا لكل نادي. عندنا 17 نادي مشارك في برنامج صيف الشارقة، منها أندية رياضية وتخصصية، وحددوا 100 مشترك، واللي عنده طاقة استيعابية يزيد، لكن يوضع آلية محددة وكيفية التعامل مع الجائحة. وكانت عندنا الفئات العمرية من 7 سنوات إلى 17 سنة، تنقسم على فئتين من 7 إلى 12 ومن 13 إلى 17 سنة. نعم، وتختلف الفعاليات على حسب الأعمار، صحيح؟ أكيد. لو نتكلم عن الفعاليات والورش التي تقام في النادي. طبعا نحن عندنا في نادي الحمرية تنقسم البرامج إلى 3 برامج، عندنا فعاليات ترفيهية، عندنا البرنامج الثاني ورش تعليمية ومحاضرات توعوية. فثلاث برامج مختلفة تختلف بأعمار المنتسبين عندنا. إذا بنتطرق للفعاليات الرياضية، عندنا كرة القدم والسباحة والقوس والسهم، هذه دورة تعليمية بالإضافة إلى الملاعب الصابونية. إذا تكلمنا عن الورش، ممكن نحن خلال الأسبوعين الماضيين قدمنا أكثر من ورشة، منها مستقبلك في حقيبتك مقدم من بلدية الحمرية، وأيضا اختيار الغذاء السليم مقدم من القسم الصحي في بلدية الحمرية، وأيضا عندنا اللي هو كيفية صنع البرواز أيضا مقدم من القسم الهندسي بلدية الحمرية. وإذا ما تكلمنا إذا جانب المحاضرات التوعوية، نحن أيضا قدمت عندنا القيادة العامة شرطة الشارقة محاضرات، ودارة الخدمات الاجتماعية قدمت عندنا محاضرة بعنوان الهوية الوطنية. نعم، جميل. إذن هناك تعاون مع شركاء استراتيجيين لنجاح هذا يعني الملتقى الصيفي، لو تحدثنا أكثر عن باقي الشركاء. أكيد بالطبع، نحن قبل بداية الملتقى وضعنا خطة وعقدنا 5 شراكات استراتيجية مع مؤسسات مختلفة في إمارة الشارقة، وأولهم القيادة العامة شرطة الشارقة ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج وبلدية الحمرية، وعندنا أيضا هيئة الشارقة للمتاحف. فعقدنا معهم شراكات بحيث نحن كيف نحن نستفيد منهم وكيف هم يستفيدون منا بتقديم ورش ومحاضرات ودورات مختلفة عندنا. نعم، جميل. لو نتكلم عن أبرز هذه الورش، يعني نقدر نقول اللي يحبونها الأطفال. طبعا اختلفت عندنا الورش، إذا بنتكلم عن فئة الأطفال الصراحة مثل ما شفنا في التقرير كان عندهم ورشة مستقبلك في حقيبتك مقدمة من قسم العلاقات العامة من بلدية الحمرية. كانت الورشة تتكلم عن خطر الأكياس البلاستيكية وكيف نحن شو هو بديل الأكياس البلاستيكية، لكن بطريقة تعليمية. الصراحة حبوها الأطفال لأن كان فيها رسم، فيها تعليم، وفيها نفس ما تقول مرح، وفيها يعني ترفيه. نعم، إلى جانب أيضا الأنشطة، لو نتكلم عن مرافق نادي الحمرية التي يعني تعزز هذه الأنشطة الصيفية وتساعد على توفير مثلا المساحة الكافية والبيئة المناسبة لهذه الأنشطة الصيفية. نحن الحمد لله في نادي الحمرية عندنا مرافق متنوعة، ونحن صراحة استغليناها يعني أكبر استغلال.
عندنا إذا بنتحدث عن الصالة الرياضية المغلقة نظمنا فيها دورات كرة القدم، عندنا أيضا المسبح المغلق، عندنا الملاعب المفتوحة وضعنا فيها الملاعب الصابونية، وإذا تحدثنا عن المقر البحري يمكن نحن من الأندية القلة اللي نتميز بمقر بحري، فعملنا برنامج أسبوعي اللي هو النشاط البحري لفئة الكبار. كان البرنامج عبارة عن الكياك والألعاب البحرية وكرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية. وإذا تكلمنا نحن عن مرافق المنطقة، بالأمس صراحة تعاوننا مع بلدية الحمرية بحيث أننا نحن خذنا حديقة الحمرية العامة حجزناها ونظمنا فيها مهرجان رياضي، لأن نفس ما نعرف الحديقة فيها مرافق متنوعة من ملاعب من ألعاب، فعملنا مهرجان رياضي للأطفال صراحة واستمتعوا كثيرا يعني. نعم جميل، استغلال الحديقة وبيئة منطقة الحمرية يعني مبادرة جميلة منكم في تعليم مثلا الأطفال السباحة والغوص وأيضا يعني الكاياك مثل ما قلت أو تجديف على الزوارق. يعني اختلفت الفئات العمرية، هل هناك حرية اختيار لأنشطة معينة أم يتم تقسيم هذه يعني الأنشطة على حسب الفئات العمرية المناسبة؟ هو بالفعل فيها الاثنين، يعني نحن قسمنا الأنشطة بحسب الفئات العمرية، مثل ممكن الأطفال نحن عملنا لهم رحلات تعليمية، أما بالنسبة للفئة الكبار عملنا لهم النشاط البحري. وبالنسبة لاختيار الأنشطة نحن في نهاية كل أسبوع نعمل استبيان لأولياء الأمور، يعني نقيس مدى رضاهم عن البرامج واللجنة المنظمة، عن المشرفين، عن المواصلات، وفي نهاية الاستبيان يكون عندنا شو اللي هي المحاضرات او شو الدورات، شو الاشياء اللي تبون نحن نضيفها وشو الاشياء اللي تبون نحن نلغيها، بحيث نحن كل اسبوع يكون عندنا جدول مختلف، فعاليات مختلفه متجدده، بحيث نحن نكسر حاجز الملل عند الاطفال ويستفيدون اكثر من الدورات والفعاليات والورش المقدمه. نعم، بالحديث عن اولياء الامور، كيف لمستم اقبال يعني اولياء الامور على نادي الحمريه الثقافي وعلى هذه الانشطه من خلال مثلا مقترحاتهم او الاضافات اللي يقدمونها؟ صراحة يعني رأينا البسمة ترتسم على أولياء الأمور أكثر من الأطفال نفسهم، يعني أولياء الأمور صراحة فرحانين وسعيدين بالدورات والورش والفعاليات اللي نقدمها، ونحن على تواصل دائم وياهم. مثل ما ذكرت لك نحن بداية الملتقى عملنا استبيان حتى للأولياء الأمور، شو هي طريقة التواصل المثلى بيننا وبينكم، شو تحبون؟ فأغلبهم 99% اختاروا اللي هي الواتساب، فنحن عملنا لهم مجموعة خاصة حتى نحن نرسل فيها الجداول والبرامج والتحديثات وشو الإجراءات عندنا وشو المستجدات. وبالعكس يعني وجه عندنا سعادة رئيس النادي جمعة الشامسي أن نحن يعني نزيد من تواصلنا مع الأهالي، بحيث أن نحن أيضا وجهنا المصورين والكادر الإعلامي أن يأخذون صور الأطفال قدر المستطاع، لأن نفس ما ذكرت لك كل ولي أمر يشوف ولده والولد الثاني ما له صورة، يقول صوروا ولدي، هاتوا وصوروا ونبغى نشوف صورهم. فعملنا لهم مجموعة ونرسل لهم الصور يوميا أول بأول صراحة، وكانوا سعيدين. نعم، الأهالي قبل الأطفال. نعم، ولي الأمر يكون مرتاح. نعم، نعم أكيد. نعم، ماذا عن اختيار المدربين؟ أنت ذكرت لي أنشطة يعني عديدة لدى النادي، من لعبة كرة السلة، كرة القدم والسباحة، أيضا فيما يخص موضوع إعادة التدوير، لازم لكل ورشة مدرب يعني فاهم في هذا الموضوع، صحيح؟ أكيد أكيد، لا شك نحن عندنا مدربين نادي، بالإضافة نحن شكلنا فريق عمل كامل من خارج النادي، يعني شكلنا سعادة رئيس النادي وجه بتشكيل لجنة منظمة لفعاليات الملتقى، يعني لجنة خاصة خارجية مختصة بأمور الملتقى، طبعا وجهني انا بتولي هذه المهمه، وانا على ذلك شكلت اربع لجان رئيسيه من ضمنها لجنه البرامج والانشطه، واخترنا فيها المدربين المختصين سواء كانوا من النادي وخارج النادي، وايضا اخترنا عندنا المشرفين من ذوي الكفاءه صراحه، عندنا منهم اللي يعملون في الهندسه، يعني عندنا مهندسين، عندنا ناس شباب طلاب جامعات، ناس واعين مثقفين، لان انت تحتاج مثل هؤلاء الاشخاص لان اساس يرعون رعايه كامله للاطفال، وتكون عندهم خلفيات متنوعة، أنت محتاج خلفيات متنوعة بحيث يتميزون في تقديم البرامج والورش عندك. نعم، هل أوقات مثلا يعني هذه الأنشطة الصيفية تدخل مع مثلا أوقات وجود الأعضاء السابقين لدى النادي، أم يتم مثلا توزيعهم على أوقات مختلفة؟ مثل ما نعرف نحن حاليا في فترة توقف، لكن الموسم بيبدأ عندنا، لكن نحن عملنا نفس ما أقول جدول خاص فينا،
بحيث نحن نتماشى مع الرياضات في النادي، بحيث ان احنا تواجد الاطفال يكون في مكان مختلف عن تواجد الرياضيين عندنا في النادي، فتكون لهم الخصوصيه التامه اساس الاطفال ما يحتكون في المجتمع الخارجي، وتكون لهم خصوصيه وحريه كامله يعني نفصلهم عنهم. نعم جميل. الى جانب الانشطه الرياضيه هناك انشطه مجتمعيه، ماذا في ماذا تتمثل هذه الانشطه المجتمعيه؟ طبعا نحن عندنا في اللجنه الثقافيه في النادي عندنا برامج، عندنا سبع برامج رئيسيه. جميل. ومنها ملتقى الحمريه الصيفي، ملتقى الحمريه الربيعي، سباق الحمريه للمعرفه اللي هو سباق ثقافي يستهدف المؤسسات والدوائر الحكوميه واهالي منطقه الحمريه، عندنا بطوله الحمريه للبلاي ستيشن، عندنا برنامجين نوعيين اللي هم القدوه الرياضيه، ان نحن نستقطب الاطفال ونخليهم يقدمونهم محاضرات، وعندنا ايضا حديث الحمريه، فهذه سته برامج نوعيه بالاضافه الى فعاليات شهر رمضان والاحتفالات بالايام الوطنيه والايام العالميه وكذلك. نعم، ايضا لو نتحدث عن دوركم كموظفين في نادي الحمريه، ما هو دوركم تجاه هذه الانشطه الصيفيه والمنتسبين للنادي، وايضا يعني مع اولياء الامور مثل ما ذكرت يتم التواصل معهم؟ أكيد أكيد، نحن عندنا دور الموظفين صراحة دور كبير، واللي قدمونا شيء مش قليل. عندنا نفس ما ذكرت نحن اللجنة المنظمة شكلناها عن طريق الكادر الموجود في النادي، الموظفين والإداريين، بالإضافة إلى الخبرات الخارجية، فكان دورهم صراحة إذا تكلمنا قبل الملتقى اللي هي وضع الخطط، وضع البرامج، اختيار البرامج الأمثل، وكان في إذا تحدثنا بعد انطلاق البرنامج الصيفي كان دورهم ايضا في التواصل مع الاهالي، تواجدهم في مكان تواجد الاطفال وحرصهم، كانوا نفس حلقه توصل بين الاطفال وبين النادي وبين اللجنه المنظمه. ما الجديد القادم لنادي الحمريه الثقافي؟ من اجنده، من يعني امور وفعاليات؟ طبعا نحن بعد الملتقى الصيفي بيبدا عندنا الموسم الرياضي، عندنا رياضات مختلفه، عندنا رياضات بحرية، عندنا رياضات كرة القدم، رياضات الألعاب الجماعية والفردية، فبيبدأ عندنا الموسم الرياضي، بنبدأ نحن نستعد لاستقطاب اللاعبين وبدء موسم جديد. وإذا تحدثنا أيضا نحن عندنا البرامج الثقافية نفس ما ذكرت لك، عندنا ستة برامج رئيسية، فبنبدأ بعد الملتقى الصيفي نعمل على شغلنا الروتيني اللي اعتدنا عليه. نعم، كيف يتم استقطاب المشتركين والمنتسبين لنادي الحمرية؟ طبعا يتم استقطابهم عندنا عن طريق طريقتين رئيسيات، اهمهم الصراحه هو هذا الملتقى الصيفي. كنا في اجتماع قبل بدايه الملتقى مع سعاده رئيس النادي وطاقم العمل، كنا نحن نقول للمدربين والمختصين والفنيين الموجودين ان انتم اليوم انتم نفس ما نسميهم صيادي الفرص، بحيث نحن الملتقى الصيفي نعرف الناس دي شهر وتروح، لكن انت كمدرب لك نظره فنيه، لك مختص في الرياضه، فشوف الناس الموهوبين سواء قياديين او سواء رياضيين، فانت ابدا اختار منهم على اساس نحن نشركهم عندنا في النادي طوال العام. صراحه يعني لقينا رده فعل مدربين كبيره، فمثل مدرب القوس السهم اختار لاكثر من لاعب وتواصل مع اولياء امورهم ان نحن ابنكم كان مميز في البرنامج الصيفي، فنحن نبغي يشترك عندنا في الفريق ويستمر في الرياضه ويطور من نفسه، باكر ممكن يتأهل للمنتخب يشارك المشاركات الخارجية، وأيضا كذلك عندنا مدرب الشراع والتجديف أيضا اختار له كم واحد، فهذا الملتقى الصيفي نسميه بوابة نحن لاستقطاب المواهب، وعندنا بعد الملتقى الصيفي أيضا نعمل تجمعات رياضية لاختيار اللاعبين. جميل، تبني المواهب. نعم. موفقين بإذن الله. مشكورين، ما قصرتوا صراحة، يعني في النهاية حابين نشكر الداعم الرئيسي اللي هو صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسم اللي هو الداعم الأول والرئيسي للشباب والرياضة في المنطقة، وكذلك حابين نشكر مجلس الشارقة الرياضي على رعايته للأنشطة الرياضية بشكل عام، سواء الأنشطة الصيفية، الأنشطة الرياضية والثقافية المجتمعية، وعلى رأسهم سعادة عيسى هلال الحزامي، وأيضا نوجه الشكر لأخواني أعضاء مجلس إدارة وعلى رأسهم سعادة جمعة الشامسي على اهتمامهم صراحة، وعلى حرصهم على تواجدهم اليومي في النادي للاطلاع على سير عمل البرامج الصيفية والرياضات المختلفة، فبدون أدوارهم يمكن ما كنا نحن نوصل لما وصلنا عليه الآن. جميل، موفقين بإذن الله. إذا كل الشكر للمهندس علي أحمد سعيد المهيري، عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية في نادي الحمرية الثقافي الرياضي. مشاهدينا، وقفة قصيرة مع هذا الفاصل ومن ثم لنا عودة.